إن كنت تبغي الهداية فاصغى لهذه الوصايا، تحظى بعين الرعاية حسب أمور شرعية. يا سلام يا سلام، وصايا الصالحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مشاهدي قناة مدني الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج وصايا الصالحين. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا وإياكم عن فضل مجالسة العلماء وما يكسبه العبد من الفضائل والكرامات، والآن مع وصية جديدة من وصايا الصالحين، من وصايا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الهداية، معالجة الترفع عن الآخرين. تابعونا على قناة مدني الفضائية في متابعة هذه الحلقات، ونشكر متابعتكم ومشاهدتكم. أيها الإخوة المشاهدون، كثير من الناس لا يستطيع أن يجاهد نفسه في ترك الترفع عن الآخرين، وهذا من رعونات النفس وأهوائها. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع بداية الهداية: ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك. من منا كذلك؟ غالبنا يرى نفسه أنه خير من جميع الناس، وهذه آفة كبيرة من آفات النفس الأمارة. يرى أنه خير من الناس كلهم بعلمه أو بعبادته أو بجاهه أو بماله أو بأي شيء من متاع الدنيا أو مما يكون في ظاهره من أمر الآخرة، لكنه يترفع من خلاله على الآخرين. قال الإمام الغزالي: ينبغي أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك، وأن الفضل له على نفسك. فإن رأيت صغيرا قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت: هذا عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت عالما قلت: هذا قد أعطي ما لم أعطى، وبلغ ما لم أبلغ، وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وإن رأيت جاهلا قلت: هذا قد عصى الله بجهل، وأنا عصيته بعلم، فحجة الله علي آكد، وما أدري بما يختم لي وبما يختم له. وإن رأيت كافرا قلت: لا أدري، عسى أن يسلم فيختم له بخير العمل، وينسل بإسلامه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين. وأما أنا والعياذ بالله، فعسى أن يضلني الله فأكفر فيختم لي بشر العمل، فيكون غدا هو من المقربين وأنا أكون من المعذبين. هذا الميزان أيها الأحبة، أيها المشاهدون الكرام، هذا الميزان في مراقبة الله سبحانه وتعالى هو ميزان عظيم يزن به العبد نفسه حتى يبتعد عن الترفع عن الآخرين، فإنه لا يعلم ما ستكون عاقبته من الأحوال. فإن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حين ينبهنا إلى مثل هذا التنبيه، فإنه ينبهنا إلى خطر عظيم قد يؤول بالمرء إلى الشر بعد أن كان هو في الخير، وقد يؤول صاحب الشر والمعصية والمخالفة حتى صاحب الكفر إلى الطاعة والإيمان والعمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خواتيم أعمالنا من خير الخواتيم، وأن يجعلنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا. يجب علينا أن نخاف
من الغيب الذي لا نعلمه من أحوالنا. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة حتى الممات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب. إلى هنا أيها الأحبة الكرام، نشكر متابعتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة. إلى وصية أخرى وحلقة قادمة من وصايا الصالحين، نستودعكم الله. إن كنت تبغي الهداية فاصغى لهذه الوصايا، تحظى بعين الرعاية حسب أمور شرعية. يا سلام يا سلام وصايا الصالحين.